المعلومات اللي انا محتاجها وابدا استفاد منها. تمام. الموضوع ده وفر كتير جدا، لذلك الدول كلها اهتمت بيه. تمام. فلما تيجي تبص على شاشه العالم تلاقي دول كتيره جدا بقى اجباري فيها، يعني تروح تاخد الترخيص يقول لك لا. ليه؟ لان انت مش عامله بيم. يا طب ما انا عامله كاد وعامله مخططات، يقول لك لا البيم ليه مزايا كتيره جدا، احنا عايزين نستفاد منها. تمام. يعني هنلاقي مثلا في بريطانيا في ابريل 2016 بقى اجباري، هنلاقي سنغافورة، هنلاقي في دبي، هنلاقي في إيطاليا، في فرنسا، في أمريكا، في بعض الحاجات، في اليابان 2014، في كوريا، في دول كومنولث، في هونج كونج، في كوريا الجنوبية. تمام. كل الدول دي بدأت تحس إن في فايدة للبيم، فإحنا عشان كده بدأنا نفكر إزاي ندعم البيم في الدول العربية. بدأنا نعمل مجلة بيم أريبيا. تمام. بدأنا نعمل مجلة بيم أريبيا. دول التيم اللي شاركوا معانا في أول عدد، المهندس كمال شوقي من أول الناس اللي شاركوا معانا، دكتور بلال من الناس المحترفة جدا في البيم وليه كتب ومراكز كتير جدا في البيم، المهندس أيمن قنديل، المهندس محمد حماد، المهندس سامر الجوهري، دكتور سامر السياري، معاذ النجار. الفريق شارك معانا مشاركة روعة من أول عدد. تمام. طيب إيه فايدة المجلة؟ هو دلوقتي عشان البيم بيتكون لازم يبقى فيه كذا مجموعة بلاير بيشتغل في الموضوع الاول. في مجموعه اللي هي مجموعه التكنولوجي اللي هي بتعمل سوفت وير من اوتوديسك والشركات اللي بتعمل سوفت وير او بتعمل بلجن. دي حاجات خاصه بالشركات، يعني الشركه نفسها هي اللي بتشتغل الحاجات دي. تمام. في حاجه ثانيه بتهتم بالاحوال والشرح والابحاث العلميه والحاجات دي. الثلاثه ما بيبصوش عن بعض. يعني لو في بلد مهتميه بالجزء ده بس ومش مهتميه بالسوفت وير هتبقى فيها مشكله. أو مش مهتمين بالأبحاث والأكواد ده برضه هيعمل مشكلة. فلازم الثلاثة بتعاونوا مع بعض. تمام؟ طيب. إحنا حتى الآن عملنا 27 عدد في بيم أريبيا بالعربي. وكل واحدة فيها مقالات مختلفة ومقالات مفيدة. تمام؟ وبدأنا عملنا دلوقتي ترجمنا للإنجليزي العدد العاشر، وترجمنا دلوقتي للأسباني، وترجمنا للفرنساوي، وشغالين في الألماني، وشغالين في كذا لغة تانية. وموثقة الحمد لله دلوقتي. طيب ده الموقع بتاع بيم أريبيا. احنا هدفنا ايه؟ هدفنا الموضوع دوت، مفيش هدف مادي حتى الان، مفيش اي حاجه خالص، مفيش ارباح. هو كل الموضوع ان احنا بنحاول نطور مهاره المهندس. اي حد عايز يطور نفسه في موضوع البيم ازاي يستفاد منه، ممكن يكون هو شغال مثلا في الليد. طب خلاص هنقول لك ازاي البيم يقدر يفيدك في المجال بتاعك، في اداره المشروعات ازاي هيفيدك في اداره المشروعات. تمام. الحمد لله دلوقتي معانا تيم كويس جدا بيكتب معانا، كلهم دكاتره. دكتور بيرس سكر من لبنان ومقيم في استراليا، دكتور نشوان داوود في بريطانيا، دكتورة نهى صليب في بريطانيا، دكتور هاني عمر، دكتور حسام السياري، محمد القاسم، مهندس ياسر، دكتور محمد رشد، حمزة رشدت، مهندسة سونيا، مهندس كانشاب. كل دول بيكتبوا معانا بحيث ان احنا نقدم محتوى محترم للعرب. كل عدد بيبقى فيه مقالات ثابته، بنحاول كل مره ناخد كيس ستادي بحيث ان احنا ناخد مشروع حقيقي. بنحاول ان احنا نتكلم على الاكواد، نحاول نشوف اخر اكواد، اخر التطورات ونناقشها. كل المقالات بيبقى لازم يكون فيها حاجه جديده. الحمد لله اكتف على الشبكات الاجتماعيه بحيث لو اي حد عنده اي سؤال، اي حد بيعمل اي بحث بنساعده. صدر كذا كتاب من بيم أريبيا، منهم كتاب الطريق الى البيم، وبنتعاون الحمد لله مع بعض المراكز الابحاث. ترجمنا قاموس البيم، كان في دكتور بهاء سكر عامل قاموس كامل للبيم، فترجمنا كل المصطلحات اللي فيه بحيث يبقى متفقين على الترجمه والمصطلحات. في مواضيع كتير ناقشناها زي البيم والبروجكت كنترول والبروجكت فيسنج والاوجمانتد رياليتي، كل الحاجات دي ناقشناها. الحمد لله سجلناها في بريطانيا ومسجلها حاليا في الاتحاد الاوروبي، وبنحاول نخليها موثقه. الحمد لله عملنا بارتنرشيب مع بيم ايجيبت داي، مع زوجة في اسبانيا، مع اي ار دي في لاتي، مع دار العماره، مع بيم في الكويت، مع فيتشر بيم. تمام. ده ملخص على بيم أريبيا، لو حد حابب يشارك معنا نتشرف بيه. طيب ندخل بقى على الكيس ستادي. حد عنده اي اسئله؟ لا هي اونلاين واحنا متفقين مع كذا مكان بيطبعها وبيوزعها. زي في كذا جامعه احنا وزعنا في كذا جامعه، منها جامعه شبرا بس كذا جامعه اتفقنا معاهم وطبعناها ودخلناها في قلب الجامعه. فعلا بتوسع الجامعه. تمام. طيب.
بنتفق مع النقابه، ولسه طبعين احنا اشتركنا في المجله بتاعت النقابه بكذا عدد. في مكالمه اه الله يكرمك. اه موجوده كل اعداد اللايف، وفي احنا شرحنا في على اليوتيوب في قناه بيم اربيا شرحنا 2000 فيديو شرح كل حاجه خاصه بالبيم، دروس كامله البيم كلها موجوده مجانا. طيب هنبدا بقى في القصه دي. انا بحرك طيب احنا هنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم على مشروع اتعمل فعلا حقيقي وكان فيه مشاكل، فهنبدا نتكلم على المشاكل وكان فيه حلول وكان فيه دروس مستفاده. اي حاجه بتعملها بيبقى فيها مشاكل وبتبدا تحلها. تمام. طيب الفوائد اللي عدت علينا في المشروع ده في الام اي بي، يعني ممكن تكون في فوائد عدت على الاركتكشر، عدت على الاستراكشر ما نرجعوا بيها، الفوائد اللي عدت علينا احنا كام اي بي من المشروع دوت. تمام. احنا جات لنا فوائد كتير جدا. اول حاجه ان احنا عملنا الانشاء سيستم مظبوط وقدرنا نشوفه مجسم قدامنا وقدرنا نشوف المشاكل. تمام. يعني كان في حاجات طرحت في التجربه، البلاننج عملناه مظبوط، الفاير بروتكشن، الالكتريكال، واهم حاجه احنا عملناها انرجي اناليسيس وبرضه ان احنا شفنا المشاكل كلها وقدرنا نحلها اثناء التصميم مش اثناء الشغل الحقيقي، لان ساعات كتيره جدا في شغل المقاولات، انا اشتغلت فتره في المقاولات، بعد ما تعمل الشغل تتفاجئ ان في حاجه فيها كلاش فتضطر ان انت تكسر عشان تعمل، فده بيعمل هالك، الهالك ده ساعات بيوصل ل 20%، ف 20% من تمام المشروع في موضوع هالك، ان انت بعد ما ركبت، يعني كان في مشروع بعد ما ركب الكاميرات جه يركب الشباك لقى ما فيش مكان فاضطر يكسر الكاميرات، ده حصل حقيقي مشروع في السعوديه بنزل حساب البلاد. تمام. طيب الانتجريتد ديزاين يعني ايه؟ احنا في الطريقه العاديه واحنا كنا شغالين ما كانش حد فاهم حاجه، يعني انا ككهروميكانيكا المعماري اعمل حاجه انا مش فاهمه اعمل ايه. تمام. انا مش قادر اتخيلها من المخططات، من الحاجات اللي توكاد ال2 دي اللي عاملها لي والسكاشن والبنات، انا هو عامل حاجه غريبه بس انا مش قادر اتخيلها. تمام. فكنا بنتخيلها على اخر مشروع، نعرف بقى ان هو عامل هنا مثلث، عامل هنا ظل، عامل اللي هو عامله مش قادر افهمه، انما دلوقتي بقى في 3 دي سهل جدا ان انا اخد سكشن في اي مكان وافهمه عايز ايه، او اخد سكشن في ثلاثي الابعاد وابدا افهمه هو عايز ايه. فده فادنا كتير جدا ان احنا بقينا فاهمين بعض، وبقى كل واحد فاهم التاني عايز ايه او بيفكر في ايه، او انا لما اصمم حاجه ابعتها له ممكن انا اقول له مثلا حاجه هو مش متخيل الارتفاع بتاعها، دلوقتي لا بقينا احنا جايبين المكان مظبوط ونحطه وهو يقدر يشوف الارتفاع بتاعها يكفي ولا ما يكفيش. التصميم بقى افضل بكتير لان احنا بدانا نعمل تصميم ونشوف كلاش في المشاكل، يعني هنا مثلا في كلاش موجود فبقينا نشوف كذا حل للمشكله واحنا شغالين. تمام. لما كنا بنعمل الحاجات دي بالكاد كان بياخد مننا وقت كتير جدا. الانتاجيه بتاعتنا زادت، احنا دلوقتي ما بقاش نفكر في 2 دي بس، لا احنا بقينا نفكر في حاجات ثانيه، وبقينا نعمل الجي اس ده عامل زي الليد بس خاص بدوله قطر. تمام. بقينا نعمل سكاشن ثلاثيه الابعاد ما كانش موجود، بقينا نعمل كل دبليو سي بنعمل له سكشن ثلاثيه الابعاد بحيث الواحد يتخيل الحاجه اتعملت ازاي، لما يكون في حته اي حته فيها مشكله بناخد فيها سكاشن بثواني، واي تعديل كان بيحصل على السكشن. الكولابريشن بقى افضل بكتير، بقى مع المعماري والانشائي ما بياخدش وقت خالص، فبقى الموضوع اسهل بكتير جدا ان انا اي مشكله تحصل اقول له لا ده خلي بالك في تعديلات احنا محتاجينها. موضوع الدوكيومنتيشن مش هياخد مننا وقت خالص، زي ما انتوا عارفين السكادول اصلا بيتحط في التمبليت قبل ما ابدا شغل. تمام. يعني السكادول بتاع الشركه ده خاص بالشركه اللي احنا شغالين فيها محطوط بنفس الصيغه ديت والتمبليت فاضي، كل ما بيرسم حاجه هو بيتحط، فده وفر علينا وقت كتير جدا. الكلاش ثلاثي الابعاد بقى مفهوم فين الكلاشات في ثواني مجرد ان ادوس، يعني كان الاول باخد وقت كتير قوي عشان اعرف فين مكان الكلاش، وممكن انا احرك كلاش
وده حقيقي في طرقه، فهي عمل لي كشف في مكان تاني خالص بقول لكم فحصتها، فما ما اهتمش بيها واكتشفها في الموقع. فدلوقتي لا بفضل افضل اشتغل لحد ما نخلص من التلاشات. بقينا نعمل لوك ثرو، ببقى ماشي ببعت مثلا اه ده في بلان خارج هنا ده ما ينفعش دوت، بقينا بنعدل من خلال لوك ثرو. تمام. وفي برنامج اسمه انسكيت ده كويس جدا، يعني لوك ثرو في الريفت ضعيف شويه فده ظبط الشيء. انسكيت اه ده عباره عن بلجن جوه الريفت، بلجن جوه الريفت. تمام. بيدي شكل كويس. تمام. الفور دي عباره ان انا بضيف بعض الزمن، فلو شايف حاجه انت بتعمل تمام ميزتها ايه؟ ميزتها ان ممكن يكون في حاجه تتركب قبل حاجه ثانيه. تمام. يعني في مكنه كبيره هتدخل الغرفه اللي احنا فيها ديت بس الباب صغير، يبقى انا ادخل المكن الاول وبعد كده اعمل باب اشوف ايه الاولويات بتاعه العمليات بتاعتي. الموضوع الحصر، موضوع الحصر ده كويس جدا، يعني من ضمن الاهميه بتاعته هو بيحصل لدرجه كبيره جدا. يعني ممكن اقول له ايه، انا عايز الماسوره ديت وثمنها كذا وتكلفه تركيبها كذا وتكلفه العامل هيجي يركب لو انا جبت حاجه من بره. تمام. هيكلفنا قد ايه؟ فده اللي خلانا نفكر في المشروع، ان احنا قبل ما ندخل نحاول ناخد المشروع في كذا شركه بينافسونا، بس احنا عرفنا المشروع ده هيكلف كام بالظبط، فقدرنا نفترض المبلغ اللي كويس واللي حقق لنا ربح. تمام. في شركات ثانيه مش قادره ففرض سعر عالي جدا، في شركات حاطه سعر رخيص ممكن يخسر المشروع. عملنا لايت اناليسيس في قلب المشروع، دي من ضمن الاستفادات اللي فادناها فعلا في المشروع ده.